حسابكم الله. يقول في سؤاله الثاني: عندما يقوم الإمام بدعاء القنوت فإني لا أرفع يدي مع المصلين ولا أدعو معهم على اعتبار أنها بدعة، فهل فعلي هذا جائز؟ نعم، لا تتابعهم في ذلك، وتكرر ربنا ولك الحمد من السماء ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، وما ثبت في هذا الموضع من الأذكار بعد الركوع تكرر هذا. نعم.